السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. نضغط على زر المنيو الموجود بالريموت تظهر قائمة، بنضغط على التركيب وبعد ذلك نختار قائمة الترددات. نضغط على زر إضافة الموجود بالريموت باللون الأحمر أو حسب اللون الموجود، ثم نبدأ بإدخال التردد وهو 122.07 مع معدل ترميز 27500، الاستبطار عمودي. نضغط OK ثم نضع علامة صح أمام التردد، وبعد ذلك نضغط على زر بحث الموجود بالريموت باللون الأزرق، ثم نبدأ بعملية البحث عن جميع القنوات، ثم حفظ البيانات.